تأمل إن أتى خبر وراء الحرف ما العبر، فعين القلب ثاقبة ترى إذ يظلم البصر، ترى إذ يظلم البصر. تأمل قد ترى أملا مع الأحزان ينهمر، فيلمح قلبك البشرى وتكمل عندك الصور. تأمل قد ترى أمالا مع الأحزان ينهمر، فيلمح قلبك البشرى وتكمل عندك الصور، وتكمل عندك الصور. هذا البرنامج برعاية جوال الدرر السنية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأملت في قصة نبي الله يوسف عليه السلام، فقلت طالما تناول المفسرون والدعاة في قصته العديد من العبر، وكان أكثر تركيزهم على عفافه العجيب وهو شاب غريب، وصبره على إغراء امرأة العزيز الفاتنة ذات المكانة والجاه، بل وصبره على مراودة صاحباتها يتناولون الموضوع من الجانب النفسي الغريزي والجانب الإيماني والشرعي والجانب الخلقي والعقلي، في غمرة هذا الكلام الجميل والعبر البالغة تضاءل التركيز قليلا عن عبرة أخرى مهمة، وهي عبرة الرعاية الإلهية التي كفلها الله لعباده الصالحين من لدن نوح عليه السلام عندما أنقذه من الطوفان، إلى إبراهيم عليه السلام لما وقاه من النار، فلوط عليه السلام لما أرسل إليه الملائكة عونا على قومه الفاسدين الظالمين، مرورا بهود عليه السلام ثم صالح فشعيب عليهم السلام وغيرهم من الأنبياء، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم حماهم جل وعلا ورعاهم وقدر الأحداث بحكمته شيئا فشيئا حتى جاء الفرج. هذه العبرة لا نأخذها في قصة يوسف من مشهد القصر، لا، ولا مشهد السجن، وإنما نأخذها من مشهد الجب. إخوة يوسف عليه السلام يتآمرون عليه من وراء أبيه، ماذا نفعل به؟ كيف نتخلص منه؟ ثم تأتي الاقتراحات، اقتلوه أحدهم يقول، اطرحوه أرضا بعيدة كي تأكله السباع. ثم يقول قائل منهم، قال قائل منهم، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اتفقوا على هذا، الغيابة هي الجزء الخفي المظلم، ألقوه في غيابة الجب أي ألقوه في قعر الجب المظلم لعل جماعة من الناس يجدونه فيأخذوه معهم ويخلصون منه. بعد هذا القرار الكائد الدفين يأتون أباهم فيقولون له، يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يوافق الأب على خوف، وتسير الخطة كما رتبوها، وفعلا يختلون بيوسف ويلقون به في غيابة الجب. تصوروا المشهد الآن، يوسف طفل صغير يخرج مع إخوته بكل براءة وليس في باله سوى اللعب ومتابعة الأغنام كما هو حال الأطفال في سنه، فإذا به يجد نفسه وحيدا في قعر بئر مظلم، لكن الله لطيف بعباده، قبل أن يلقوه يلقو صفيه ووليه في البئر رحمه وآنسه بالوحي على صغر سنه، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إخوتي وأخواتي، إن لطف الله بعباده الصالحين يورث الثقة في قلوبهم بقضائه، وليس للصالحين عند الصعوبات ومواطن الابتلاء معرفة أي شيء من تفاصيل العاقبة، لا وحي ينزل عليهم كما نزل على يوسف ولا شيء من ذلك سوى حسن ظنهم بربهم وبتدبيره لهم. ومشهد الجب الذي يقدمه لنا القرآن فيه تثبيت لهذا الشعور في قلوب عباد الله الصالحين، كان الجب المظلم المخيف بداية الفرج ليوسف، وكان في ظلمته بصيص النور، كما كان الكهف الضيق انشراحا وسعة للفتية الصالحين، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إن قصة حفظ الله ليوسف عليه السلام ليست أقل أثرا من قصة
حفظ الله لموسى عليه السلام عندما رعاه طفلا رضيعا عاجزا لا حيلة له ولا قوة في تابوت وحيد تتلاقفه أمواج اليم، فيصير به الحال في حما عدوه فرعون الذي كان يبحث عنه ليقتله، فيتربى في قصره وتحت عينه دون أن يعرف أن ذلك الطفل خصمه الذي سينهي الله ملكه على يديه. شمل الله تعالى برعايته يوسف من قبل حين ألقي في غيابة الجب ليقضي الله أن يسوق له قافلة من الناس فيخرجونه من الجب ويبيعونه عبدا بثمن بخس، لكن إنما قدر له ذلك سبحانه ليصل إلى قصر العزيز الفاره المشيد ليعيش فيه معززا مكرما، ثم يلقى في السجن بضع سنين فيخرجه الله منه، بل ليهيئ له أن يرتقي. السجن كان هو التهيئة، يهيئ له أن يرتقي ليصبح عزيزا بعد أن فسر الأحلام أو الرؤى للعزيز، فأصبح عزيزا يأتمر الناس بأمره ويصدرون عن رأيه، ووزيرا للمال يقصده الغني والفقير في كل مكان، حتى بلغ المشهد ذروته لما دخل عليه أبواه وإخوته وخروا له سجدا، فقال عليه السلام لوالده مذكرا إياه الرؤيا مرجعا الفضل لربه مؤكدا على جميل لطفه به ورعايته له طوال فترة حياته، داعيا إياه أن يختم له بخير عمل، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، الرؤيا السابقة إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هكذا توجه يوسف عليه السلام إلى ربه الذي رعاه ويسر له كل خير حتى في أضيق الأوقات وأحلكها. نتعلم أيها الإخوة والأخوات أن نثق بربنا حتى في البلاء، ونرجو أن يختم الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بأحسن عمل، وحتى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية جوال الدرر السنية. تأمل إن أتى خبر وراء الحرف ما العبر، فعين القلب ثاقبة ترى إذ يظلم البصر، ترى إذ يظلم البصر. تأمل قد ترى أملا مع الأحزان ينهمر، فيلمح قلبك البشرى وتكمل عندك صور. تأمل قد ترى أمالا مع الأحزان ينهمر، فيلمح قلبك البشرى وتكمل عندك صور، وتكمل عندك صور.